هل تعلم ما الذي يحدث للجنين عند صيام الأم؟ يعتبر الحمل حالة فسيولوجية طبيعية، خلق الله عز وجل جسم الأنثى مهيأ لها من كل النواحي، وقد أثبتت معظم الدراسات عدم وجود آثار سلبية لصيام الأم على صحتها ووزن الجنين ونموه إذا كان الحمل يسير بشكل طبيعي. لذلك فإن كانت الحامل تتمتع بصحة جيدة ولا تعاني من بعض الأمراض مثل السكري أو أمراض الكلى أو غير ذلك، فإنه يمكنها الصيام مثلها مثل أي سيدة غير حامل، وذلك بدون أن يكون هناك أي أضرار على الحمل بإذن الله. فالجنين يصله غذاؤه كاملا عن طريق دم الأم بغض النظر إن كانت الأم بحالة صيام أم لا. فإن كانت الأم صائمة فإن التغذية للجنين ستتوفر عن طريق مخازن جسمها، فتخرج من هذه المخازن المواد الأساسية اللازمة لنمو الجنين وتمر عبر الدم إلى المشيمة وبسهولة، فتتأمن للجنين الحاجة الكاملة من الغذاء. ونحن نشبه الجنين بالطفيلي، أي أنه يتغذى على حساب الآخرين. لذلك في حالة الصيام تكون الأم هي الصائمة بينما الجنين لا يصوم، والله عز وجل قد ضمن لهذا المخلوق الضعيف رزقه وهو في بطن أمه حتى في الحالات التي هي أشد وأقسى من الصيام، مثل حالات مرض الأم الشديد أو في المجاعات أو في الحروب، حيث قد لا يتوفر للأم الحامل حاجتها الكافية من الطعام في مثل هذه الظروف. فكانت حكمة الله عز وجل أن جعل جسم الأم يبدأ بتخزين بعض الدهون الاحتياطية في جسمها، وذلك منذ بدء الحمل لتكون مخزونا لهذا الجنين عند الحاجة. ولهذا فإن الحامل وبشكل فسيولوجي طبيعي تكتسب ما يقدر من 3 إلى 4 كيلو جرام إضافية في وزنها، وهي عبارة عن دهون احتياطية لا علاقة لها بوزن الجنين. فسبحان الله عز وجل، ما أعظم حكمته.